صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما من راديو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم في برنامج صحة وسلامة. اليوم موضوعنا غادي يكون على الدهون وتأثيرها على القلب والشرايين، وتحديدا غادي نتكلموا على الناس اللي كيعانيوا من مشكل تصلب الشرايين ولانسداد العروق كيف ما هو كذلك معروف عند الكثير من الناس. موضوعنا اليوم غادي ناخذوا طبعا من الجانب أو الشق الغذائي دائما رفقة الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية الأستاذ محمد الحليمي اللي كيجاوب على كل أسئلتكم. أرقام التواصل معنا كالعادة هي 0522-46-72-50-51 أو 52 أو 0522-43-00-09. ما تنسوش كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080 في أول SMS، كتبوا كلمة صحة SHA مرفوقة بالسؤال ديالكم وبحثوا كل شيء للرقم 5080 ثم الأسماس هو 6 ديال درهم مع احتساب الرسوم. احنا راجعين لكم، غادي نبقوا مع فاصل إعلاني مباشرة. طبعا نمشيو لحلقة اليوم في برنامج صحة وسلامة على مد غادي، وحنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، وكيف ما شرنا في بداية الحلقة اليوم موضوعنا على الدهون وتأثيرها على القلب والشرايين، وتحديدا اليوم غادي نتكلموا على الناس اللي كيعانيوا من انسداد العروق أو تصلب الشرايين رفقة الأستاذ محمد الحليمي الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير وأهلا بك أستاذ الحليمي. تحية لك أختي عفاف وتحية الفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. هذا ما كنت منه دائما، ونقول لكل مستمعي الكرام مرحبا بكل أسئلتكم 0522-46-72-50-51 أو 52 أو 0522-43-00-09 وإلا عن طريق رقم 5080 غير في أول SMS. كنذكركم دائما باش ما تنسوش كتبوا كلمة صحة SHA مرفوقة بالسؤال ديالكم وبعثوا كل شيء للرقم 5080. طيب في البداية أستاذ محمد الحليمي باش نوضحوا للمستمعين أكثر، تصلب الشرايين يعني هذا المرض منين كيجي، شنو السبب ديالو؟ نعم، اولا بالنسبه لجسم الانسان هو مزود ما يسمى بواحد الدوره الدمويه، وهذه الدوره الدمويه عاده والطبيعه ديالها هي طبيعه نشطه تتحكم فيها في العديد من العوامل، والدم كذلك يتحكم فيه العديد من العوامل، ومنها الفيتامين ك واللي كنعرفوا الدور ديالها في التخثر ديال الدم، وكذلك التغذية وجودة الشرايين ولا الجدار ديال الشرايين هو مرتبط تماما بالتغذية، وكنعرفوا الدور ديالو بتزويد الأعضاء بواحد الكمية كافية من الدم. هاد الدورة الدموية لما كتكون التغذية وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، وغادي نشوفوا من العديد من العوامل منها كذلك التدخين ولا التدخين السلبي، كتعطينا مشاكل، ومن ضمن هاد المشاكل هي تصلب الشرايين. وبالنسبة لك تعريف تصلب الشرايين شنو معناته؟ معناته هو تراكم واحد الدهون اللي هي غير صحية اللي غادي نشوفوها LDL كوليسترول على مستوى الشرايين، اللي كتقوم بسد هذيك اما سد تام او لا، الى بغينا نقولوا واحد العرقله، الى بغينا نقولوا في الدوره الدمويه. وهادشي الى بغينا نشبهوه باش المستمع الكريم يفهم، انا لما انسان كتكون واحد السقايه ديال الماء وكنحبسوا واحد جزء منها، هكاك الجسم ديالنا لما كتكون الدوره الدمويه نشطه كيجيو هاد الدهون اللي كنسميو حنا LDL كوليسترول، كتعطينا هاد الانسداد اما كلي او لا جزئي ديال هذه الدوره الدمويه. وبالتالي هذا الشريان الا كان كيمشي لعضله القلب غادي يكون مشكل في عضله القلب، كان كيمشي للكلية غادي يكون مشكل في الكلية، كان كيمشي للدماغ غادي مشكل يكون مشكل في الدماغ. وبالتالي اي عضو مستهدف من طرف هاد المشكل اللي هو تصلب الشرايين ولا لاتيروسكليروز ما يسمى بلاتيروسكليروز. الو لا، بالنسبه للاسباب متعدده، الاسباب كثيره، منها قلنا سوء التغذيه اللي هو ارتفاع LDL كوليسترول، غادي نشوفوا شنو ما الحاجات اللي نديروهم باش نخفضوا LDL اللي هو لو موفي كوليسترول ونرفعوا لو بون كوليسترول، الكوليسترول الجيد اللي هو HDL. بعض الامراض منها مرض السكري اللي ما كيكونش ايكيليبري اللي كيكون مال ايكيليبري، منها التدخين، منها ارتفاع الضغط الدموي، العامل السن عنده واحد نسبة قليلة، لكن الإنسان إذا كان كيتابع واحد نمط جيد أكيد أنه كيحمي راسه من هذه المشاكل هذه، وخاصة في السن ما بعد السن 50 والسن 40 كذلك الوراثة عندها واحد نسبة ونسبة قليلة. ودائما نقول أن الوراثة ماشي كتكون واحد الدور اللي هو دور كبير جدا، ولكن لما الإنسان كيعطي الجسم ديالو اللي كيكون مؤهل لشي مرض أكيد أنه كيبان عنده هذا المرض هذا. نعم. شنو الأعراض ديالو أستاذ محمد الحليمي؟ عادة عنده شي أعراض هذا المشكل الصحي؟ أكيد الأعراض هي أعراض متعددة،
تقدر تكون اعراض التاثير ديالها على الدماغ، تقدر تكون تاثير على القلب وخاصه عضله القلب، تقدر تكون تاثير على الكليتين، وبالتالي الاعراض متعدده، الاعراض متشابهه. وحنا كنقولوا دائما ليس بشرط اننا نشوفوا واحد من الاعراض باش نحكموا على واش الشخص عنده تصلب الشرايين ولا لا، لكن دائما نوصي بالتحاليل المخبريه وزياره الطبيب اللي هي دوريه للناس اللي عندهم مشكل ولا الناس اللي ما عندهمش مشكل، يعني باش تكون عندنا واحد فحوصات دوريه، ومنها كنديروا حنايا فحوصات للكوليسترول توتال ولا ال دي ال كوليسترول ولا اش دي ال كوليسترول. الوغ انطلاقا من هذه التحاليل هذيا كنشوفوا بانه كاين بعض الاشخاص اللي هما معرضين لهاد الامراض هذيا، هما قلت الناس مثلا اللي يعني كيعانيوا من مرض السكري اللي كيكون مال ايكيليبري، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، الناس المدخنين ولا الناس اللي كيعيشوا مع المدخنين. فهذا واحد المساله مهمه جدا، لان التدخين اليوم ما بقاش غير التدخين كيضر الشخص حد ذاته ولا التدخين السلبي، والاخطار ديال التدخين السلبي كذلك كبيره جدا. الوغ هذه كلها عوامل تساعد على ظهور ما يسمى بلاتيروسكليروز ولا تصلب الشرايين اللي غادي نشوفوا اليوم الشق الغذائي ودور مهم جدا وجوهري. علاش؟ لان جسم الانسان يحتاج دهون، يعني المقوله اللي كتقول الانسان يجب ازاله الدهون هذه مقوله خاطئه. علاش؟ لان الدهون يجب ان تكون في التغذيه ديال الانسان، يعني نسبه اقلها واقصى يعني وادناها 15% ديال الدهون واعلاها 30% ديال الدهون. غادي نشوفوا تقريبا كيفاش نحاولوا نوافقوا بين هذه الدهون هذه. والله سبحانه وتعالى لما اعطانا الاكتفاء لا من الدهون ولا البروتينات ولا السكريات، شوف سبحان الله عطانا احنا في علم التغذيه كنقولوا 1 غرام ديال السكريات ولا البروتينات كيعطينا 4 سعرات حراريه، لكن الدهون كيعطينا تقريبا اكثر من الضعف، يعني 9 ديال السعرات الحراريه. وهذا الشيء هذا فسر الله سبحانه وتعالى في الاكتفاء ديال الدهون، لان الانسان دغيا كيشبع من الدهون. هذا الشيء علاش خصنا نردوا البال للدهون اللي كناخذوه. غادي نشوفوا ان شاء الله يا ربي بالتفصيل شنو ممكن نديروا وشنو الاخطاء المرتكبه عند المغاربه في هذا الاتجاه هذا، لاننا اتجهنا نحو استهلاك ما يسمى بالدهون المهدرجه ولا هاد لي ترونس اللي ولاو اليوم هما السبب ديال مشكل ظهور الكوليسترول، وبالتالي ظهور كذلك تصلب الشرايين عند الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل. واخا الا سمحتي الاستاذ محمد الحليمي تواصلوا مع المستمعين الكرام باش ناخذوا الاسئله ديالهم، وارقامنا دائما كنذكروا بها 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 0009. غادي نتواصلوا هذه المره مع سعيده معنا من العاصمه الرباط. صباح الخير سعيده. صباح الخير لله. مرحبا بك معنا. الله يطولنا عمرك وكنشكروا الدكتور على هذا البرنامج اللي كديروا لنا. شكرا لك، مرحبا بك يا سعيده، تفضلي. بغيت نسال الدكتور، عندي الشرايين ديال القلب جوج مخنوقين. نعم. وعايشه بوحده. وديك الوحده ملي كنتمشى كيوقف لي شويه بحال كنشارش في ديك العرق. كتبلي على ديك العرق وتنعيا فهمتي بزاف ديال ما كيبقاش عندي ديك النشاط ديال الدات ديالي مزيانه. واش نسال الدكتور واش هاد العرق واش ممكن نعمل العمليه او لا لا ولا يرشدني الله يجازيك. واخا لاله سعيده شحال في العمر ديالك؟ 52 سنه لله. واخا تعطينا فكره على الوزن ديالك شحال والطول؟ الطول اسمح لي الطول ما عنديش، ولكن كنوزن 70 كيلو. 70؟ 90 90 نعم لله. 90 كيلو واخا. شحال تقريبا لاله سعيد وانت عندك هذا المشكل؟ عندي 91. نعم نعم عفاك. نعم داكو. بغيت غير نسولها واش داجا دا شي تحليله ديال الكوليسترول، الا ممكن تعطينا التحليله ديال الكوليسترول. كنت عملتها شحال هذه، ولكن عملتها هضرت مع الدكتوره قالت لي اعملها مار شرب الماء بزاف زول. لا قول لي شحال تقريبا عندك شحال لقيتي فيها؟ شحال لقيتي فيها؟ شحال كانت التحليله؟ ما بقيتش عاقله دكتور، ما بقيتش عاقله. نجاوبك لاله سعيده. شكرا لك. شكرا لاله على البرنامج. العفو. شكرا لك لاله سعيده، توصلتي معنا من العاصمه الرباط. فالحاله ديال سعيده استاذ محمد الحليمي ربما هي الحاله ديال كثير من الناس اللي هما الان في الاستماع، فقالت هي عندها شرايين ديال القلب زوج مخنوقين حاليا عايشه غير بواحد. الشيء اللي مأثر على الحاله الصحيه ربما راه لمسنا هذا الامر حتى وهي كتكلم معنا، يعني ديك النهجه في الصوت ديالها كتحس بك الحاله ديال العياء، فباش نقدروا نمسحوها؟ بالنسبه للقلب واحد العضو جوهري، حتى القران الكريم تحدث عن القلب وتحدث عن الفؤاد بواحد الاهميه اللي هي كبيره جدا، وبالتالي عافاكم الناس هذا العضو هذا وجميع الاعضاء، لكن هذا عضو جوهري الاورغان نوبل، نحاولوا نحافظوا على هذا العضو هذا لان الاهميه ديالو كتبان عندما يقع المشكل في هذا العضو هذا. الوغ بالنسبه للاخت، اولا انا اعاتب الناس ماشي غير الاخت، جميع الناس، يعني كنعاتبهم. علاش؟
لان كيكون عندك مشكل في القلب وما كتعقاش على نسبه الكوليسترول اللي عندك. هذا ما خصوش يكون. علاش؟ لان الانسان لما كيكون على اهميه وعلى درايه بالحاله ديالو، اي شخص مشيتي عنده ممكن ان تعطيه الحاله ويشخص لك الحاله ديالك. لكن بحال مثلا الناس اللي عندهم مشكل ديال القلب، ضروري ضروري يكون عارف ال دي ال كوليسترول، يكون عارف ال اتش دي ال كوليسترول، ويكون عارف لي تريغليسيريد يعني ثلاثي الكليسيريد والشحوم الثلاثيه، ويكون عارف الكوليسترول توتال. علاش؟ لان بلا ما تهز معك داك الورقه ديال التحليله لما تمشي عند شخص كتعطيه هاد لان احنا كاخصائيين ما يمكنناش نعطيو واحد الحميه غذائيه بدون ما نستندو على واحد الاسس اللي هي ضروريه وهي هذه التحاليل الطبيه. الوغ المساله ديال التحاليل الطبيه مساله مهمه جدا، وبالتالي اي واحد يكون عارفهم المشكل مثلا بحال مريض السكري، لما كتسولوا على السكر شحال كان عندك يكون عارف السكر شنو عنده على طول اليوم وربما ثلاث ايام ربما اسبوع، وبالتالي هذا الشيء مهم جدا. الوغ بالنسبه للاخت اللي غنصحها انها تتبع معنا الحلقه باش نعطيو بعض النصائح اللي هي مهمه جدا بالنسبه للناس كوقايه وكعلاج بالنسبه للنظام الغذائي، لان الناس اللي عندهم مرض ولا امراض ديال الشرايين وتصلب الشرايين وامراض القلب مهمه جدا التغذيه ديالهم، لان مهمه لواحد الدرجه كبيره جدا. وإلا كان نمط التغذيه، لان غير نمط التغذيه بوحده ربما ينقصنا تقريبا 60 حتى 70% ديال المشاكل اللي ممكن يعانيوا منها هاد الناس هذه، واللي ممكن تاثر لهم على الحياه اليوميه ديالهم. اكيد منها الاخت اللي اتصلت ان اكيد ان هاد المسائل تتاثر على الجوده ديال الحياه. احنا الاطفال ديالنا ولا الحياه اليوميه ديالنا ولا الازواج ولا الزوجات محتاجين ذاك الجوده ديال الحياه، محتاجين واحد الشخص اللي هو يكون في قمه النشاط ديالو في الحياه اليوميه ديالو. وبالتالي عفاكم نتبعوا واحد النظام غذائي اللي غادي نتحدثوا عليه ان شاء الله بعد قليل. نعم نمشيو نتواصلوا هذه المره باش ناخذ السؤال ديال خديجه على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير خديجه. خديجه راديو يا خديجه. الو مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي هذه المواضيع اللي كنستافدوا منها. الحمد لله. مرحبا. الله يخليك اختي. بغيت نسول الدكتور واش القرفه كتساعد على تنشيط الدوره الدمويه؟ القرفه نعم. قالوا لي شربي واحد المعلقه دائما من الليل، واش ما عندهاش شي مشكل؟ لان اش كيقول لك تطلع على طونس. هذا هو السؤال ديالي الاستاذ حلي. واخا شكرا لك خديجه. كنت معنا من الرباط. ناخذوا في نفس الوقت سؤال ام يوسف من فاس، ما نخليوهاش كتسنى بزاف. مرحبا بك ام يوسف. الو صباح الخير. صباح النور. بارك الله فيك لاله، كنشكرك وكنشكر السيد اللي معاك الاخصائي التغذيه. مرحبا ام يوسف. الله يخليك. انا عندي الوالد عنده 68 سنه. اييه. عنده ثلاثه العروق بوشين في القلب. عرفت كانوا سرحنا له في شهر 12 ديال العام اللي فات، وشهر 12 بالضبط هذا العام نفس المشكله وقع له في جوج العروق الاخرين. قال لك ما يمكنش نسرحوهم له لان العضله عنده ما كتخدمش مزيان وقلبه خدم 15%. ودابا انا خايفه من هذا الشيء يكون وراثي، لان عمي به، عمي الاخر، عمتي، تقريبا كل شيء، لاطونسيو والقلب. دابا حاليا طيح رجع كيوزن 50 كيلو حيت كنعطيوه الماكله مسوسه ما تيبغيش ياكل. ما يحلش فمه ولا يبقى صايم النهار كله. ما عرفتش دابا بدا ياكل شويه ديال الملحه، مره كيخطف داك الشضيق معاهم ديال الملحه، وهذا دابا خايفين عليه. ما عرفتش دابا باش ينصحني. واخا شي سؤال ام يوسف استاذ الحليمي ولا واضح؟ نعم داك واضح ام يوسف. ان شاء الله نجاوبوك خلال الحلقه ديال اليوم، غير خليك متابعنا احنا دائما رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، باش غادي نجاوبوا على كل تساؤلاتكم. وحديثنا اليوم احنا الموضوع ديالنا اللي هو على تصلب ولا انسداد العروق ولا تصلب الشرايين، طبعا كنناقشوا من الجانب او الشق الغذائي. رفقه الاستاذ محمد الحليمي فاصل اعلاني. تصلب الشرايين هو مشكل صحي ناتج على تراكم الدهون الضاره في الشرايين، اما اللي كتوصل الدم للدماغ او للقلب او للكليه. وبالتالي فلما كيوقع مشكل في الشرايين او العروق اللي كتوصل الدم لهاد الاعضاء فكيبان فيها مشكل، والاسباب ديالو مختلفه، منها داء السكري اللي ما كيكونش منتظم، يعني الناس ما كياخذوش الدواء ديالهم في الوقت، ما كيعملوش النظام الغذائي اللي هو خاص وكيواتي الحاله الصحيه ديالهم، وحتى الحركه ديالهم كتكون قليله بزاف لدرجه انها ممكن تكون منعدمه. ارتفاع ضغط الدم كذلك ياثر. بالنسبه للعادات السيئه اللي فيها التدخين، الناس كذلك اللي ممكن يعني كيكون يعني كيتناولوا بعض الاغذيه اللي ما كتكونش صحيه نهائيا وما كتوازنش،
مع الحاله الصحيه ديالهم هي اللي غنطرقوا لها في الحلقه ديال اليوم. عدم ممارسه الرياضه وكذلك الوزن الزائد او السمنه هي كلها عوامل كتؤدي لهذا المشكل الصحي، ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج، اول نصيحه غنعطيكم اليوم هي الفحوصات الدوريه والمراقبه الطبيه، خصوصا لما كيكون عندنا العامل ديال الوراثه حاضر بواحد الشكل اللي هو قوي، الاب مصاب، العم او العمه، فهنا الفحوصات الدوريه راه كتلعب واحد الدور مهم جدا، لانه كنعرفوا مع التشخيص المبكر ديال كل مرض العلاج كيكون فعال وناجح بشكل هو اكبر. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. دائما على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم، وحنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي، مرحبا بكل اسئلتكم، وارقامنا دائما 0522 75 51 او 52 او 05 22 43 00 00. كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080. ما تنسوش في اول اس ام اس تكتبوا كلمه صحه مرفوقه بالسؤال ديالكم، وكتبعتوا كل شيء للرقم 5080. استاذ محمد الحليمي، كنا توقفنا السؤال ديال خديجه من الرباط اللي كانت سولات بخصوص القرفة، فقالت واش مسموح ليا بالنسبة للقرفة تاخد ملعقة صغيرة من الليل لليل، وكانت كتسول واش ممكن تكون عندها مضاعفات في الحالة ديال ارتفاع ضغط الدم او الارتفاع تنسيون. اولا بالنسبة لمسألة التعامل مع الغذاء كالتعامل مع الدواء، هذه المسألة غير محببة. القرفة من العناصر الغذائية اللي كتدخل في النظام الغذائي، لكن باش نحطوها في صورة انها تعالج واحد المرض او لا عنده واحد المفعول، هذا غير جيد. علاش؟ لان القرفه يجب الاستهلاك ديالها، داكوغ، واحد استهلاك عادي. الوغ لما كتكثر استهلاك ديال القرفه، القرفه تسمى ديوريتيك. شنو معنى ديوريتيك؟ معناتها كتخرج لنا الماء من جسم الانسان، وخاصه وهذه مناسبه باش كنقولوا حنا ما احوجنا الى الماء. علاش؟ لان هناك ارتفاع درجه الحراره في هذه الايامات هذه، وضروري الانسان يكون عنده واحد ليدغاتاسيون، يكون بيان ايدغاتي. علاش؟ لان الاعضاء كتكون في معاناه في غياب الماء. وبالتالي باش نقولوا القرفه هكا كعلاج، انا لا احبذ هذه المسائل هذه. الناس اللي عندهم مشكل تصلب الشرايين، والناس اللي عندهم ارتفاع الكوليسترول الخبيث، والناس اللي بغاو يحميوا راسهم من ارتفاع الكوليسترول الخبيث، خاصهم يديروا بعض العناصر ويعرفوا بعض المسائل. احنا جسم الانسان يحتاج الى عناصر طاقيه وعناصر غير طاقيه. العناصر الطاقيه اللي هي بروتينات، دهنيات وسكريات. العناصر غير الطاقية الأملاح المعدنية، الفيتامينات، الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، الماء، هادشي كامل كيحتاج جسم الإنسان. ألوغ جسم الإنسان باش يتفادى، لأن إحنا الكوليسترول ما نقولوش فواحد المفهوم هكا خايب، لأن جسم الإنسان يحتاج كوليسترول 300 ميلي جرام في اليوم، لأن الهرمونات تصنع من الكوليسترول، العديد من العناصر اللي كيحتاج الجسم تصنع من الكوليسترول، لكن الدهون اللي كتدخل جسم الإنسان، إحنا في علم التغذية نصنف الدهون إلى شقين. الدهون ذات الاصل الحيواني، والدهون ذات الاصل النباتي. الدهون ذات الاصل الحيواني تسمى دهون مشبعه، لكن فيها استثناء. يعني الدهون الغير مشبعه فين كاينه؟ كاينه في الاسماك. يعني اول نصيحه اننا نستهلكوا الاسماك. حنا الحمد لله المغرب شعب عندنا واجهتين بحريتين، علاش ما كنستهلكوش الاسماك بواحد النسبه عاليه؟ نعم، غير سمحوا لنا استاذ محمد الحليمي، بالنسبه للناس اللي عندهم الحاله ديال تصلب الشرايين وانسداد العروق، شنو النوعيه ديال الاسماك؟ واش الاسماك كلها متاحه لهم؟ نعم، الاسماك سؤال مهم جدا. علاش؟ لان الاغذيه البحريه تنقسم لي فروي دو مير لي بواسون، دي مساله مهمه جدا. اذا فواكه البحر وعندنا الاسماك. تماما، كاين الاسماك. انا لما قلت المصطلح قلت الاسماك، علاش ما قلتش فواكه البحر؟ لان فواكه البحر تحتوي على الكوليسترول، وبالتالي نشوفوا فواكه البحر تحتوي على الكوليسترول، زياده انها الثمن ديالها غالي، داكوغ، وبالتالي الا بغينا نستافدوا ونقتصدوا، يعني هي استفاده واقتصاد في حد ذاته. لان دائما كنقول انا يا المغاربه، كنقول دائما راه بأغذية بسيطة يمكن أن نكون نظاما غذائيا سليما، ماشي ضروري ندير حمية، ماشي ضروري نخلص واحد نزيد واحد لا شارج عليا. المثال هو هذا، الأسماك، جميع الأسماك بدون استثناء، أنا نتحدث عن أسماك ماشي الرخاوية، نتحدث عن الأسماك اللي عندها العمود الفقري، داكوغ، هذه هي الأسماك. الفواكه البحر ما عندهاش العمود الفقري، وبالتالي فيها كوليسترول. الوغ الناس يستهلكوا الاسماك لان الحاله الاستثنائيه في الطبيعه، لان الله سبحانه وتعالى الانسان لما كياخذ واحد الشيء طبيعي يتعامل معه الجسم بشكل جيد. علاش؟ لان الدهنيات طونس ما كيناش في الطبيعه، الانسان اللي يصنعها.
الوغ الاصل الحيواني دائما يعطينا الدهون المشبعه، لكن هناك استثناء هو الدهون غير مشبعه من اصل حيواني هي الاسماك. الوغ نجيو الاصل النباتي، جميع النبات الدهنيات من الاصل النباتي هي في الحاله السائده الى لاحظ المستمع الكريم، يعني الدهون من الاصل النباتي تكون في الحاله السائله في جميع الحالات، لكن لما كتصبح في الحاله الصلبه هنا تغيرت ولا الصنع البشري. يعني مثلا كاين بعد لي مارغارين اللي كنسميوه حنايا كيكون فيهم الهدرجه. شنو معنات الهدرجه؟ هو انها الدهون النباتيه من الاصل دهون غير مشبعه، دي زاسيد غرا انساتوري، سواء كانت مونو انساتوري يعني واحده الاشباع او لا بولي انساتوري. الوغ هاد الدهون الغير مشبعه في الطبيعه حتى الى حطيناها في الثلاجه ما عمرها غتجمد، لكن التصنيع واستعمال الحلويات وبعض المواد بعض الحاجات اللي خاصنا يكون فيها هاد الحاله الصلبه اضطرت الصناعه انها تهدرج، هذه هي الهدرجه، يعني كتكون غير مشبعه كيضيف لها الهيدروجين كتولي مشبعه وكتولي في الحاله الصلبه، وبالتالي هذه الدهون هذه ليست بدهون طبيعيه، هي دهون مهدرجه. كذلك هنا بعض واحد الدهون المهدرجه هي المقليات، يعني الناس والمغاربه يستهلكون المقليات بشكل كبير جدا، وهذا خطا. علاش؟ لانه ما دخلش في النظام الغذائي، لان النظام الغذائي المغربي والنظام الغذائي ديال شمال افريقيا فيه كما كنقولوا حنا المرق، فيه المرقة، فيه الخضره، فيه الفواكه، فيه القطاني، فيه الخبز الكامل. حنا خرجنا على النظام الغذائي ديال شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط اللي عطاوه بعض المنظمات اللي هو نظام غذائي جيد وواقي من الامراض، ومشينا كنقلدوا بعض الدول في بعض الاطباق والمائده ديالنا، وكنلاحظوا تغير كثير وكبير في المائده المغربيه. والنوعيه الغذاء في المائده المغربيه ربما هو تقليد اعمى، لكن ما خصوش يكون هذا التقليد هذا، وعطانا مشاكل. ومن ضمن هذه المشاكل هي هذا ارتفاع الكوليسترول الخبيث اللي هو ال دي الكوليسترول، ومنها تصلب الشرعيه. الحاله ديال ام يوسف من فاس اللي تواصلت معنا قالت انه الاب ديالها في العمر ديالو 68 سنه كان عنده مشكل على مستوى العرق في القلب، يعني كان تدخل ديال الاطباء وسرحوا ذاك العرق، من بعد مرور سنه بالضبط نفس الحاله تعرض ليها، ولكن هذه المره في زوج ديال العروق، وكانت النتيجه انه الاطباء قالوا ما يقدروش يكون شي تدخل لهم لانه العضله ديال القلب عنده ضعيفه بزاف، كما شرحات القلب كيخدم فقط بالنسبه ديال 15%، وربما اللي لمسنا حنا ذاك الهاجس عند ام يوسف الوراثه، لانه العم ديالها والعمه كذلك بالاضافه للاب عندهم نفس الحاله. نعم، اولا هذا الشخص هذا عنده ثلاثه ديال العوامل اللي خلاوه يوصل لهذا المشكل. اولا العامل ديال الوراثه هو عامل نسبه قليله، دائما اقول عافاكم في جميع الامراض، واخا في جميع الامراض الوراثه كاينه، ولكن ماشي بذاك الدرجه لانها تقدر، لان الله سبحانه وتعالى مستحيل انه يعطينا شي حاجه خارجه عن السيطره ديالنا. انا كيعطي الانسان عنده الوراثه بريديسبوزي لواحد المرض، ولكن عطاه شي حاجه في يده، شنو هي نمط العيش ديالو. الوغ هذا العنصر الاول. العنصر الثاني هو انه اكيد الشخص لما كان واحد تدخل طبي من بعد ما تتبعش حميه ديال انه ياخذ دهون صحيه، هذا اكيد. ذكر العامل الثالث هو المساله ديال السن، لان لما نتجاوز واحد السن كيولي الانسان عنده احتمال اكبر، مثلا شخص عنده مثلا 25 سنه ماشي هو الشخص اللي عنده 45 سنه، وبالتالي هي الطبيعه البشريه الطبيعه ديال العمر الانسان كتعطينا واحد جسم اللي هو مؤهل انه يدير هذه الامراض هذه، لكن هنايا كيولي الحيطه والحذر اكثر، لان احنا ديما كنقولوا عندنا واحد الفئه هشه. شنو هي؟ هي فئه المسنين، هي فئه الاطفال، وهي فئه المراه، هي المراه الحامل، وهي المراه المرضع. هاد الحالات هالو كاملين كيكون عندهم احتمال اكثر من المشاكل عند الشخص اللي هو عادي، وبالتالي هاد الحالات خصنا نردوهم البال. الاخت كذلك هضرات على الحميه ديال ازاله الملح، وانا كنت قلتها في ارتفاع الضغط الدموي. كنت قلت المريض يجب اننا نتعامل معه بذكاء، اذا كنا غنمشي نجيو نقول المريض انا حيد الملحه، هذا المصطلح، وهذا المصطلح اكيد انا المستمع الكريم كيسمعوا بزاف كنقولوا هذا المصطلح حيد الملحه. الوغ هذا المصطلح لا يجب اننا نوصله، لان الملح والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الملح، والملح هو واحد العنصر اللي هو مكون هذا الشخص هذا اللي ربما 50 عام و 60 عام هو كيستعمل هذا الملح، وتجيب هذه الطريقه استسمح البشعه ونقول له حيد الملح،
ما يمكنش. الوغ شنو غيوقع لنا؟ وهادشي كنلاحظو حنايا يوميا. المريض شنو كيقول؟ كيقول لك انا غادي ناخذ هاد الملحه وغادي ناخذ هاد السكر، واللي بغى يوقع يوقع. وهاد الجمله هي اكثر ما يؤرقنا نحن، هو اننا نسمعوا هاد الجمله هادي. وبالتالي الا بغينا نعطيو واحد المعلومه للمريض، بغينا نقولوا له راك مريض بشي حاجه، بغينا نقولوا له خصك تتبع واحد الحميه، بغينا نقولوا له راك خصك تحيد السكر، بغينا نقولوا له راك خصك تحيد الملح، يجب انه يكون بواحد الطريقه فيها شويه الانسانيه وفيها شويه ديال مراعاه الجانب النفسي اللي هو ضعيف عند المريض. وبالتالي الشخص هذا اكيد انه خاصو يتبع واحد الحميه بعدا، اللي خاصو يجتنب المقليات، خاصو لان ممارسه الرياضه ما يمكنش نصحو بممارسه الرياضه. علاش؟ لان القلب ديالو كيشتغل تقريبا ب 15%، والعضله ديال القلب ديالو ربما يكون فيها مشاكل، وربما الرياضه تعطيه مشاكل، ولكن يكون واحد النظام غذائي اللي هو فيه. لان لاحظتوا والمستمعين الكريم كيلاحظوا ان من بدينا الحلقات في جميع الحلقات كاينه بعض النصائح اللي كنعاودوها، وهذا الشيء ان دل على شيء انما يدل على اننا يجب ان نتبنى هذه النصائح هذه باش يكون عندنا واحد نمط عيش اللي هو نمط جيد، ونجتنبوا. هذا هو الاساس، واننا نجتنبوا المشكل قبل ما يبقى، لان الشتانه بين الوقايه والعلاج. نعم، راجعين دائما باش نوصلوا لقائنا معك الاستاذ محمد الحليمي، الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. وحنا مازال متواصلين مع كل الاوفياء. ارقامنا دائما 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00. برنامج صحه وسلامه مازال متواصل مع كل الاوفياء رفقه الاستاذ محمد الحليمي، الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. كنتكلموا اليوم على الشق الغذائي الخاص بالمشكل الصحي ديال تصلب الشرايين. مرحبا بكل اسئلتكم، وهذه المره غادي نمشيو نتواصلوا مع فتيحه معنا من مدينه طنجه. صباح الخير فتيحه. صباح الخير، مرحبا بك معنا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ الحمد لله فتيحه، مرحبا. بارك الله فيك، كنشكركم. هذه الاذاعه زعما اذاعه فريده من نوعها، زعما كنستافدوا منكم جميع البرامج ديالكم من الصباح حتى الليل. الحمد لله، شكرا لك. الله يعطيكم زعما الحقيقه بالله. الحمد لله، مرحبا. الله يعطيك الصحه. انا عندي الضغط ديالي مرتفع ياك، ودائما كناخذ الدواء ديال دائما. الطبيب قال لي بقى تاخذيها على طول. وعندي دابا انا بغيت نسمع الطبيب كيهضر على التغذيه. الله يجازيك بخير. والا ما بغيت نسقسي على كنصرف الصباح بزاف ديال الاركان والجبن بلدي، واش هادو فيهم تاهما الكوليستيرون؟ والله يجازيك بخير. الا ما تفسر لي على سمعتك كتهضر على السمك فواكه البحر، واش شنو هما؟ واش هما ديك السمك الابيض ولا بغيت شي تفسير من عند الطبيب شنو هما؟ يفسرهم لي. الله يجازيكم بخير. واخا ان شاء الله. الله يرحم لك الوالدين. شكرا. العفو، هذا واجب علينا فتيحه. وان شاء الله حنا دائما كنتمنوا الشفاء العاجل والقريب لكل مريض، ودوام الصحه والعافيه لكم جميع. فبالنسبه لفتيحه من طنجه واستاذ محمد الحليمي، نبداو بالسؤال اللي هو خاص بالاسماك، نوضحوا اكثر يعني فواكه البحر شنو هي، واذا سمحتي نسميوهم يعني شنو هما. وبالنسبه للحوت الابيض واش كذلك منصوح به وكيدخل ضمن الاسماك اللي هي مفيده بالنسبه للحاله والمشكل الصحي اللي كنتكلموا عليه اليوم؟ نعم، انا نعطي واحد القاعده بالنسبه للعناصر ولا الاغذيه اللي جايه من البحر باش الناس يفرقوا بيناتهم. الاسماك هي اللي عندها العمود الفقري، داك. نعطيو مثال، مثلا السردين عنده داك العمود الفقري، واخا كما كنقولوا حنا المغاربه داك الشوكه. مثلا الكروفيت ما عندهاش العمود الفقري. الوغ الكروفيت تصنف في لي فخوي دو مير، فواكه البحر، والسردين مثلا ولا مثلا الطونه ولا تصنف في الاسماك. يعني اي حاجه عندها العمود الفقري تصنف في الاسماك. ودايوغ الثمن ديال فواكه البحر هو اغلى من لا 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 الاسماك. وبالتالي الانسان الا غيستهلك يستهلك الاسماك. مدينه طنجه فيها اسماك، للاسف كاينه مشاكل في الاثمان ديال، واخا جات على واجهه البحريه ولكن فيها مشاكل ديال الاثمان. الناس كيعانيوا تما من ارتفاع ديال الاثمان ديال الاسماك، لكن هذا لا يمنع اننا نقولوا بان هذه الاسماك هديه ممكن الانسان يستهلكها مقارنه مع فواكه البحر. داكوغ. الوغ بالنسبه هنا ما يفوتنيش الفرصه باش انني نتحدث على بالنسبه للدهون جيد جسم الانسان. حنا عندنا لو بون كوليسترول وعندنا لو موفي كوليسترول. يعني لو بون كوليسترول الاش دي ال، لو موفي كوليسترول ال دي ال. علاش لو بون الاخر علاش زوين والاخر علاش خايب؟ لان الكوليسترول الخبيث كيجيب لنا الكوليسترول ويحطو لنا في الشرايين. الكوليسترول الجيد هو المنظف، كيشد لنا داك الكوليسترول وكيديه للكبد، يعني منظف. الوغ واحد كيجيب
للشرايين وواحد كيدي منها. الوغ الا كان داك التوازن والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، يعني لما كيكون طغيان ويكون هناك ارتفاع الال دائل عن الحاله الطبيعيه وارتفاع الاجد وانخفاض الاجد دائل كيعطينا مشكل. الوغ بالنسبه للدهون الموجوده في الطبيعه، انا اتحدث عن الدهون بصفه عامه، عندنا شي حاجه غادي نرتبهم حسب الاهميه ديالهم. عندنا بعض الحاجات اللي كتطلع لنا الكوليسترول الجيد وكتخفض الكوليسترول الخبيث، شنو هي؟ زيت الزيتون، الذهب الاخضر، المكسرات، والاسماك، والرياضه. هادوما الناس اللي عندهم مشكل خاصهم، اذا كان الانسان كيستهلك زيت الزيتون بشكل يومي، ولما نقول بشكل يومي عافاكم ماشي ذاك الافراط، لان الناس كيسحبوا من الغذاء بحال الدواء، كنسمع زيت الزيتون كينفع لواحد الحاجه كيوليو الناس كيستهلكوا بشكل كبير، لا، زيت الزيتون شاركوه بواحد الكميه اللي هي معقوله في اليوم. المكسرات، الاسماك، وممارسه الرياضه، داكوغ؟ علاش؟ الاسماك فيها دهونيات غير مشبعه، المكسرات كذلك، ممارسه الرياضه يعني كتعطينا واحد الدوره الدمويه وبالتالي جسم الانسان كيشتغل. كاينه بعض الدهون اللي كترفع لنا الكوليسترول الجيد، ولكن الكوليسترول الخبيث كيبقى ما تتهبطوش، كيبقى فيكس. هي الزيوت النباتيه، اتحدث عن الزيوت النباتيه الطبيعيه ليست الزيوت المهدرجه. كاينه بعض العناصر اللي كترفع لنا الكوليسترول الخبيث، ولكن الكوليسترول الجيد كيبقى فيكس. هي الانواع ديال الانواع ديال الزبده بجميع الانواع ديالها. وكاينه بعض الحوايج اللي كيرفعوا لنا الكوليسترول الخبيث وكيخفضوا لنا الكوليسترول الجيد، وهادو هما الاخطر. هما الشحمه اللي كاينه في الدهون، ما كنعرفوا الدهون المشبعه الاصل الحيواني، المقليات، والزيوت، وخاصه ذاك الزيوت المهدرجه، لا المقليات ولا المهدرجه اصطناعيا. وبالتالي هاد الاغذيه هذه كامله الانسان غادي نستخلصوا منها. شنو الانسان ممكن يدير؟ انه باش انه يحمي راسه، وإلا كان عنده مشكل باش ما توليش عنده مشكل كبر. خمسه ديال العناصر مهمه جدا خصنا نستخلصوها من هذه الحلقه ديال اليوم. اولا يجب ممارسه الرياضه، لان المشي لمده 30 دقيقه، اقول المشي وليس ذاك الرياضه للانسان يمشي يرهق راسه ويعي راسه بدون نتيجه. المشي في الهواء الطلق لمده 30 دقيقه على الاقل، ولعل الاكثر خمسه المرات في الاسبوع، كيرفع لنا لو بون كوليسترول تقريبا 5%. وهذه دراسات ماشي انا اللي كنقولها، منظمات عالميه اللي كتعطي هذه الدراسات هذه. النقطه الثانيه، يجب المحافظه على الوزن الصحي. علاش؟ لان الزياده في الوزن هي زياده في نسبه الدهون، اوتوماتيكمون غادي يولي عندنا الدهون في الشرايين والدهون في الاعضاء. وهذا الشيء كنشوفوه حنايا والناس كيشوفوه في عيد الاضحى، لما كيكون كما كنقولوا حنا الخروف كيكون سمين بزاف، كنلاحظوا ذاك الشحوم. هكا جسم الانسان راه نفس التركيبه، الشحوم على مستوى الاعضاء وفي الجانب ديال الاعضاء ديال هذا الخروف، وبالتالي كذلك جسم الانسان. الوغ النقطه الثانيه قلنا المحافظه على الوزن الصحي. النقطه الثالثه، يجب اخذ الدهون الصحيه اللي هي موجوده الاوميغا 3، موجوده في الاسماك، موجوده في زريعه الكتان، ماشي كدواء، ناخذوه كاغذيه يوميه موجوده في زيت الزيتون. كذلك النقطه الرابعه هي التقليل من الدهون المشبعه، وهي المقليات وهذه الشحوم اللي الانسان كياخذها. والنقطه الخامسه والاخيره هي التدخين، وحتى التدخين السلبي. عافاكم الناس اللي مضطرين انهم يدخنوا، ممكن انه يدخن برا ماشي حدا وليداته، لان هذوك الوليدات هما المشروع ديال الحياه، ما نحاولوش نربيو فيهم هاد العاده اللي هي عاده سيئه. وبهاد النقط هذه كنكونوا غادي نحافظوا على الصحه ديالنا من انها يكون عندنا مشاكل ماشي غير الكوليسترول في جميع. والجميل في الامر ان الغذاء الطبيعي هو وقايه ليس من واحد المرض ولكن من جميع الامراض، بشرط انه يبقى في الطبيعه ديالو. والطبيعه ما عمرها كتعطي الانسان شي حاجه خايبه، اكيد انه كتعطيه شي حاجه اللي هي مفيده للصحه ديالو. نعم. معنا اس ام اس الا سمحتي استاذ محمد الحليم من عند وليد. وليد كيقول انا كنمارس الرياضه، كنعمل الرياضه ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، الغذاء ديالي صحي، ولكن كنستهلك البيض بزاف، هذا كان عاده من الصغر ديالي، فواش عنده شي تاثير ولا لا؟ قال تقريبا كياخذ 6 ديال البيضات في النهار. اكيد البيضات راه نسبه عاليه جدا. اولا انا لما اتحدث عن البيض اوتوماتيكمون اتحدث عن البيض البلدي، ماشي ذاك الشيء الاخر. يعني هذيك ربما اشياء ليس ببيض، ربما غير الشكل والسميه، ولكن لما اتحدث دائما انا المستمع الكريم، لما نقول البيض نتحدث عن البيض البلدي اللي موجود في الطبيعه. الوغ 6 البيضات في اليوم
يعني معدل الانسان ياخذه في الاسبوع، وبالتالي هذا خطر كبير جدا. ماشي لان ما بقاتش هذيك العلاقه بين ارتفاع الكوليسترول والبيض، ولات اشياء اخرى. واخا الوغ هاد المساله كتكون عند الاشخاص ممارسين الرياضه، وكاين الناس اللي كيديروا المساله ديال كمال الاجسام وخا الكمال لله. الوغ نبعدوا عفاكم على هاد الممارسات هذيا، ناكل بشكل جيد، وان شاء الله الا كانت فرصه وان شاء الله في شي حلقه غادي ندرجوا، غادي نحاولوا نتحدثوا بالتفصيل على الاغذيه ديال الناس لي سبورتيف، باش نبعدوهم على هاد السلوكات اللي هي اكيد سلوكات. يعني استاذ البيضات في اليوم انا نقدر نكون ماشي اخصائي في التغذيه ويجي يسولني نقول له راه بزاف داكوغ، ماشي فما بالك انني نقول له بان هاد السد البيضات راه نسبه عاليه جدا، وغادي يكون عنده ضغط على الكليه، لان الكليتين هما اللي كيكون عندهم بشكل مباشر واحد التاثير. نسبه عاليه من البروتينات والسد البيضات في اليوم يعني نسبه عاليه جدا. ودائما اقول انا المستمعين الكرام عفاكم، الحراره ارتفعت، الانسان يشرب الماء مزيان، البيضات اللي نعطيهم يشربوا مزيان، اخذوا اغذيه طبيعيه، والناس ديال اللي كيمارسوا اللي كي يعني مقبلين على امتحانات نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. ودائما اقول تذكروا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. هو اجمل ما كنختموا به دائما لقائنا معك الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. ان شاء الله موعد جديد معك مع موضوع دائما اللي هو جديد وكيهم الصحه والسلامه ديال كل المستمعين الكرام او في امان غاديو في الحلقه ديال غدا، الحلقه ديال اليوم الجمعه كذلك مع الاستاذ محمد الحليمي، كيكون عندنا معاه زوج ديال المواعيد خلال الاسبوع، يوم الخميس ويوم الجمعه مع الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وسعيد عقال رفقتني في الاخراج، اما سميحه فكانت في استقبال مكالماتكم. صبيحه سعيده، الى اللقاء.